فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية. عايزة أرحب بيكم معايا بفيديو النهاردة. طبعا كالعادة النهاردة معانا فيديو مميز، هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي مفيش أي ست بيت تقدر إن هي تستغنى عنهم، وده لأن جميع المنتجات والأدوات دي بتوفر علينا الوقت والجهد، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في البيت. فلو لسه مشتركتيش معانا في قناة الأدوات المنزلية أتمنى إن انت تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وياريت كمان ما تنسيش إن انت تفعلي جرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة بإذن الله. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها. وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هكلمكم عن الطرق اللي هتقدروا من خلالهم ان انتوا تجيبوا كل حاجة انتوا محتاجينها. هنبتدي الفيديو بتاعنا مع رفوف تنظيم الأحذية. طبعا الرفوف دي بتيجي متوفرة عندك بكذا لون، ومهمتها ان هي تساعدك على استغلال المساحة اللي موجودة عندك جوه الدولاب، وان هي ترتب لك وتنظم لك الدولاب عندك. بعد كده معانا مجموعة من الكوبايات البلاستيك اللي تقدري ان انت تنظميها بمنظم واحد. بعد كده هنشوف مع بعض معانا المنفضة اللي تقدري من خلالها ان انتي تنظفي مختلف الادوات اللي بتبقى موجودة عندك ومختلف الاجهزة. زي ما احنا شايفين طبعا تقدري ان انتي تحصلي من خلالها على افضل النتائج التنظيف. وهنا هنشوف مع بعض معانا اختراع بجد رهيب جدا. طبعا الاختراع ده بيساعدك ان انتي تستخدمي كل مواد التنظيف اللي موجودة عندك بكل سهولة. زي ما احنا شايفين هنا سائل غسيل المواعين تقدري ان انت تستخدميه بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي من خلال الفيديو. هنا بقى معانا الممسحة الجميلة دي، طبعا تقدري ان انت تعصريها بكل سهولة من كل المية ومن كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها، وطرق استخدامها متعددة. تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دواليب المطبخ او البلاط عندك او المرايات او الشبابيك. وهنا معانا أداة للتنظيف، بس الأداة دي مخصصة لزوايا الشبابيك. طبعا طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي كل زوايا الشبابيك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا دلوقتي من خلال الفيديو. هنا عندنا قطاعة الخضار والفاكهة، طبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من أشكال التقطيع، تقدري ان انت تبدلي الأشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عايزة تقطعيها. وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفى، يعني ليها كذا طريقة في الاستخدام. وهنا معانا الرول اللاصق اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على داير كرسي الحمام او على داير الحوض عندك، وطبعا بيجي متوفر عندك بألوان واشكال مختلفة. بعد كده معانا فرشة التنظيف، الفرشة دي مصنوعة من السيليكون، تقدري ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة، وطبعا الفرشة دي مرنة وعملية جدا في الاستخدام. وطبعا الفرشة دي بتساعدك ان انت توصلي لأصعب الأماكن وتنظفيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو. وهنا معانا رف تنظيم، تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام وتنظمي عليه الشامبوهات او الكريمات او العطور. بعد كده معانا منظم الاحذية، طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف تقدري ان انت تنظمي بيه الاحذية بطريقة مرتبة جدا، وده هيساعدك ان انت تتخلصي من كل كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفى للخضار والفاكهة، طبعا المصفى ده تقدري ان انت تتحكمي على حسب حجم المصفى عندك، وتقدري ان انت تستخدمي المصفى ده في تصفية الخضار او الفاكهة او الاطباق. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا القطع اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على قارورة المية، وبالتالي هتساعدك ان انت تستخدمي المية اللي موجودة في القارورة دي بكل سهولة. هنا بقى معانا الفرشة دي، طبعا بتحتوي على كذا قطعة وكذا اداة تقدري ان انت تستخدميهم بمختلف التنظيفات اللي انت بتقومي بيها في المطبخ عندك. بعد كده هنشوف مع بعض معانا قطعة بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك في اي حتة موجودة عندنا في البيت، طريقة بسيطة وسهلة جدا. بعد كده معانا الفرشة الصغيرة دي، تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو.
هنا بقى معانا فرشة ومكنسة بنفس الوقت، وبيجي معاها الجارور الخاص بيها. طبعا تقدري ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف، ممكن تنظفي بيها السجاد او البلاط او الرخام او الجدران. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ادوات للتثبيت، مختلف ادوات التنظيف اللي بتبقى موجودة عندنا. طبعا اداة التثبيت دي تقدري ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة، وتنظمي عليها مرش الحمام او تنظمي عليها المكنسة او الممسحة او مختلف ادوات التنظيف اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم. طبعا الرف ده تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار في المطبخ، وتنظمي عليه التوابل او الصوصات. طبعا المنظم ده بيحتوي على 3 ادراج، ممكن تنظمي بيها الثوم او البصل او الشطة او اي حاجة تانية انت عايزاها من الخضار اللي بيبقى موجود عندك. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا المنشر الصغير ده، طبعا بيجي متثبت عليه مشابك تقدري ان انت تنشري عليها الشرابات او الملابس الداخلية. وطبعا المنشر ده تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة، وطريقة استخدامه سهلة جدا وباينة معاكي دلوقتي من خلال الفيديو. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل بساطة. وطبعا هم عبارة عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه. فبداية كده، لو انت عايزة طريقة معتمدة، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا، اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزة اوضح لكم حاجة كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بيه، يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين، وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا. بس اللي عايزة اقوله لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي،
فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الأماكن اللي بتبيع الأدوات دي. فلو أي حد بيعرف أي مكان أو أي محل بيبيع كل المنتجات دي، أتمنى إن هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإن كل الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك، ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا إن انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي أداة أو أي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا إن انتوا تكتبولي في التعليقات، وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. واستنوني إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة. سيبكم في رعاية الله.